مع فيحان بطل وعالم تطوير الذات السعودي. أنا المكافح، الإنسان اللي صنع نفسه بنفسه، اللي بدأ من فلوس اللي بدأ من الصفر، بدأ بالسرقة وكون علم. الإنسان الوحيد اللي نمى الفلوس الحرام في العلم والاجتهاد وتطوير الذات، وما يعرف إنجليزي وما عنده شهادة. درس في جامعة الدول العربية، جامعة الدول العربية، يمكن أنت كنت مأجر شقة هناك. جامعة الدول العربية هي منظمة إسلامية مرة دكتور تطوير علم الذات، ومرة تبي ترأس نادي الاتحاد، وإنه الاتحاد 90 سنة. 90 سنة تاريخ نادي الاتحاد حيضيع لو ما مسكوا فيحان. لنا ألو نادي الاتحاد، كفشت اللاعب الديمتري كنتوتوس في الحرم بيصلي، أجيبه ونخلص، يشفي الكلاب ويضرك. ما حنطول كثير، احنا حنسيبكم مع المحاضرة العملاقة اللي قدمها الشيخ فيحان لطلبة الجيل الجديد اللي تدرس للتاريخ. هذه المحاضرة حتفضل للتاريخ. هذه المحاضرة للجيل القادم. هذه المحاضرة للأمة العربية، لرفعها من الانتكاسة اللي هي تعيشها الآن. المحاضرة اللي حيتم تسطيرها، ما نعرف كيف حتتسطر، حتتسطر بكرتون مناديل. جيب كرتون مناديل وسطرها، حتتسطر هذه المحاضرة. الله يسعدكم إن شاء الله ويوفقكم ويخليكم، يرحم والديكم ويرفع قدركم. أول ما بدأ الدكتور فيحان، بدأ في جانب مهاري في تطوير الذات السريع، هو بسرقة الفلوس لشراء الكتب. حرامي يعني، ما أدري، بيقولها بفخر، أنا سرقت الفلوس أشتري كتب، أنتوا سرقتوا ليش؟ يشفي الكلاب ويضرك يا بعيد. الأشياء اللي بتقولها تسود الوجه، ما هي مفخر. السلام عليكم، حلقة إفتائي معي فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، أنا صراحة سرقت فلوس حرام واشتريت بها كتب. نعم، استثمرت الحرام واشتريت بها كتب. لا، الدافع للسرقة يعني، على طول سرقت أبويا، ما استأذنت ولا قلت له بشتري كتب، سرقته على طول. لا، ما في دافع يعني، دافع للسرقة لا، سفالة. بس الحمد لله ربي بارك لي في حرامي، والآن صرت دكتور أدرس في علم الذات. نعم. لاحظوا اللغة أعزائي، اللغة يعني المسكين مو عارف الفرق بين اللغة العربية الفصحى حقت كتاب المطالعة في ثاني ابتدائي، واللغة الأكاديمية اللي يتكلموا بها والفرق بين اللغة الأكاديمية اللي يتكلموا بها الأكاديميين في الجامعات. شوفوا بالله، لاحظوا اللهجة الحين، نشوفها ونرجع مرة ثانية. أعطي وقتك للقراءة، ابعد عنك التسلي والترفيه، غدي عقلك بالقراءة. أسرق الكتب، يعني حرامي. كنت أسرق الكتب لأشتري بها، نعم، وكنا نأكل الحلوى في فناء المدرسة عندما كانت الرجل يصرخ بالذئب، يا قوم الحقوني فالذئب يأكل غنمي. نعم، فلما أتى القوم سوى لهم لا، يعني أداهم الجريمة على طول، لا درج لهم ولا قال لهم أبويا مثلا كان بخيل فاضطريت أسرق، ولا رحت أستأذن أبويا فأبويا ما يعطاني دب، انا سرقت فلوس رحت اذاكر بيها بدون مبرر. يعني دافعك للسرقة رخيص. اللي يسمعوا يقول هذا قفل على مكتبة المدرسة كلها، خلصها وراح. طبعا انا في الصغر كنت اسرق من ابي النقود لكي احصل على الكتب. تخيل، يعني اسرق من ابوي من 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 اجل العلم، من اجل قراءة. اخ فيحان، يعني مهارات السرقة تبدأ تدرسها للجيل الناشئ. يعني كيف مثلا كنت تلسع الفلوس من ابوك؟ هل من المحفظة؟ هل لما يدخل ينام تسحب المحفظة من الثوب؟ كنت يعني تدي أبوك مخدر وتسحب 10 ولا 15 ريال؟ يعني نتمنى إنك تدرس أولادنا علم خفة اليد في سرقة المال لأجل الدراسة. أهم شيء الدراسة، خلي خاطر على البيت وخلي فلوسك، فرح أمك بالشهادة، يا شباب في تطوير علم الذات أو في تطوير الذات، إنك تفرح أمك بالشهادة. طب لو الوالدة متوفية أفرح جوز أمي بالشهادة مثلا؟ ولا يعني أبغى أحد أفرحه بشهادة. اشتغل وداوم دراستك. وداوم كنت اسرق من ابي النقود، انتم ماذا كنتم تسرقون؟ ولدي لامك يا شيخ، انتم ماذا كنتم تسرقون؟ لا ترجموا المحاضره، ترجموها، خلوا الكفار يستفيدوا. فيحان نشكرك احنا، لانك انت اخترعت وضعيه القفطه. فيحان ايش دارس؟ هندسه ايش؟ ميكانيكا. قفط امه، خلص كليه الهندسه في مصر في سنه. وربي لو انك كنت التفاحة اللي طاحت فوق راس نيوتن ما تجيب الهندسة في سنة، يا كذاب يا حرامي. مدير المدرسة
اللي نسقت مع فيحان ودخلته يدمر الطلبة ويعلمهم ان هو حرامي كتب، ما ادري حرامي فلوس عشان يشتري بها كتب، مع اني مدير المدرسة. اسألك بالله كيف تم التنسيق بينك وبين المدرب المعتمد فيحان عشان تدخله ويدمر العيال ويلعن ابو ام واخهم؟ ماذا كنتم تسرقون؟ اتأملوا، اتأمل عشان تعرف كم الضياع اللي انت ضيعته في عمرك. انتم ماذا كنتم تسرقون؟ لما كنت تسرق المفك عشان تخرم باب الحمام حق الشغالة عشان تتفرج عليها، في ذاك الوقت كان فيحان بيسرق فلوس ابوه عشان يشتري كتب، عشان يشتري كتب. لما كنت تخش البقالة، لا تنكر، فاكر لما كنت تخش البقالة وتسرق الجلاكسي في جيبك وتحط فصفص في جيبك اليسار، كان فيحان بيشتري كتب. فاكرة لما كنت تركب الليموزين وتوقفيه عند عمارة بابين وتقولي له استنى صديق اجيب لك الفلوس وتفقع من الباب الثاني، كان فيحان بيشتري كتب. على كلام فاضي يقول لك وكان السلف يذهبون على الخيل الى البصرة ليأتون بكلمة من العلم. فيحان تعب واشتهر، تعب اكثر منهم، كان يستنى ابوه لين ينام يراقب طول الليل عشان يفشخ الخمسة ريال ولا العشرة ريال. تعب اشتهد في السرقة. ركز معايا، كان يقول في المحاضرة اسرق النقود، يعني كان يشتري الكتب بسرعة من الدنانير كده يشغلها شغل. من أنزل القرآن أقطع يدي من تحت حلم الديسي. إذا أنت قريت في صغرك كتاب سنتوب، شوف كتاب طوابع سنتوب إذا قريته. عذرون حق سور، صراحة أنا فخور بكم ومبسوط جدا، أنتم جيل المستقبل، أنتم طلاب المستقبل، أنتم اللي بترفعون البلد بإذن الله. جيل المستقبل وحرامية اليوم، بابا قلبي لا تصدقوا هذا كلام فاضي، هذا يبغاله يتسطر هو ومحاضرته ومدير المدرسة يتسطروا. إنني لأعجب، زمان كانوا يقول لك يسافر على الفرس مدري كم ويقطع مدري كم عشان يقرأ كتاب ويرجع، أو يأخذ معلومة ويرجع، يروح يأخذ معلومات ويلف الشرق والبصرة والكوفة وفلسطين وبس عشان يأخذ معلومات، ويقول لك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ورع وزهد وشبشب ومقط. الحين الواحد جمع له 1000 متابع قال لك أبغى أكتب كتاب. في زمن سبحان الله الكتاب أكثر من القراء، الزمن اللي كانوا يقروا كثير ما كانوا يألفوا كتب، صاروا ما يقروا، وكل فترة تلاقي واحد متمالح مترزز تدشين كتابي تعالوا تصوروا معايا، لا أبوكم لا أبو أبو يا فيحان. يعني انتهت المحاضرة سريع وهي كده الأوقات السعيدة تخلص بسرعة، بس انت بتفشخ أقلام الصبورة وانت خارج عشان روح تكتب العلم تدون، يعني أكيد مدام تلقيت العلم بالحرام أكيد حتدونه بأشياء مسروقة. أكيد إيش حتدونه يعني؟ حتدونه بفلوس حلال؟ كمل الحرام يعني، كملوا للآخر. فرعون من فرعنك؟ قالوا الفرعون من فرعنك، قال لقيت هبل ودلوخ صدقوني فسكت أمها عليهم. قالنا فيحان إنك ما تغادرنا إلا لما تجيب الترينك الأخضر، فاكره؟ يعني نشم ريحته عشان عبق الشبوك الغنى، عبق العلم. سروالك الأخضر في متحف، سروالك الأخضر هذا اللي سهر معاك ليالي وإنت لابسه وكنت مصنن، فكنت تقرأ فيه الكتب، كنت تقرأ فيه. من أهل المتاحف، من أهل التراث، يعلقوا سروال فيحان في متحف ويكتبوا عليه وأنتم ماذا تسرقون؟ اليوم إنه ينزل مادة في الكتب كده تدرس اسمها ازدواجية الشيطان والعلم، يعني كيف كان الدافع للسرقة والمثابرة في العلم. يعني أنا أتخيل شيطانك يا فيحان عاطل مقدم على حافز، لأنه بدأ يتلخبط معاك، مو عارف أنت حرامي ولا تبي تدرس. الشيطان جاله فصام شخصي يبرمجك في الليل على السرقة، يصحى يلاقيك سرقت تروح تذاكر، الشيطان يقول لك متكي في البيت ما يقدر يشتغل. صدقني يا فيحان أكاد أجزم إنه الطلبة قاعدين يتونسوا ويسلكوا لك، لأنه كان عندهم حصة رياضيات غثيثة فقالوا ندفك أنت في حصة نشاط ونفك.